السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة. والبداية بالعناوين: الاحتياط المركزي يصد هجوم لميليشيا المتمرد حميتي في أم درمان، والجيش يواصل تمشيط المنطقة وسط خسائر فادحة للمتمردين. اشتباكات بين الجيش وميليشيا حميتي ببحري، وسلاح المدرعات يستولي على 50 عربة للمتمردين في اللماب. نبيل عبد الله يرهن إيقاف القتال بإنهاء تمرد حميتي، ومالك عقار يتهم كينيا بعدم الحيادية في الأزمة السودانية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت قوات الاحتياط المركزي بالتعاون مع القوات المسلحة عن صد هجوم شنته ميليشيا المتمرد حميتي في محيط مقر القوات بأم درمان. هذا واستطاعت القوات المسلحة والاحتياط المركزي تكبيد المتمردين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، واستعادة 3 دبابات كانت الميليشيا قد استولت عليها في وقت سابق، بالإضافة إلى الاستيلاء على عدد من المدرعات والعربات وأسر مجموعات من المتمردين. غنائم للغنائم، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، للغنائم ما شاء الله تبارك الله، للغنائم. ايوه الليله يوم 4، يوم 4 شهر 7 ورص نايم. هنا الاحتياط المركز من درمان دايم دايم. ده سلاح راجل بجري، وخليه يصير غير وخلوه في راجل غنائم. ها هسي ده سلاح، ده سلاح هسي انا بجري وخليه. انت والله ما رجال والله. يوم 4 يوم 4 شهر 7 إلى ذلك، واصلت القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الاحتياط المركزي عملية تمشيط أحياء أم درمان من فلول ميليشيا حميتي. هذا وهاجمت القوات المسلحة بالأسلحة الرشاشة والدانات مواقع تمركز ميليشيا المتمرد حميتي، مخلفة فيها خسائر فادحة في الأفراد والعتاد، مع اغتنامها عدد من العربات العسكرية وكميات من السلاح والذخيرة. من جانبها، تمكنت قوات العمل الخاص في القوات المسلحة من أسر 27 فردا من عناصر ميليشيا المتمرد حميتي في عملية نوعية نفذتها في الصفوف الأمامية لمعركة الكرمة. وبحسب مصادر صحفية لقناة طيبة، فقد تمكنت قوات العمل الخاص من استلام دبابة وعدد من ناقلات الجنود وعربات قتالية عقب هجوم استباقي محكم بمحيط استاد الهلال بأم درمان. وتأتي هذه المستجدات في ظل استمرار الاشتباكات في مناطق متفرقة من العاصمة، مع تقدم واضح للجيش واستحواذه على عدد من المواقع الاستراتيجية. طالبت قوات الاحتياط المركزي الأهالي بضرورة البقاء داخل المنازل وعدم الخروج منها، والابتعاد عن مناطق الاشتباكات حفاظا على سلامتهم الشخصية. هذا ودعت القوات في تعميم لها كل من أهالي الخرطوم وأم درمان وبحري إلى الابتعاد قدر الإمكان عن النوافذ والأماكن المفتوحة، وعدم ركوب السيارات والتجول بها، معتبرة أي جسم متحرك في الشارع سيكون هدفا مشروعا لها. اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش وميليشيا المتمرد حميتي في حي الشعبية ببحري، استخدم فيها الطرفان الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية. وبحسب لجان المقاومة في الشعبية، فإن الاشتباكات تسبب بسقوط العديد من القتلى والجرحى بين صفوف المدنيين، فيما دعت اللجان المواطنين لاتخاذ إجراءات السلامة والابتعاد عن أماكن الاشتباكات إلى حين انتهائها.
وفي ذات السياق أعلن سلاح المدرعات السيطرة على 50 عربة عسكرية تابعة لميليشيا المتمرد حميتي واغتنام كميات كبيرة من السلاح والذخائر. هذا وقال سلاح المدرعات إن قواته تمكنت من دحر المتمردين في منطقة اللاما بالخرطوم وكبدتها خسائر فادحة في الأفراد والعتاد، كما قامت بأسر عدد من المتمردين أثناء تمشيط محيط المنطقة. إلى ذلك، نفذت الاستخبارات العسكرية في عدد من نقاط ارتكازها بولاية نهر النيل عمليات نوعية نتج عنها القبض على خلية تتبع لميليشيا المتمرد حميتي بعطبرة. هذا وتم القبض على مجموعة كبيرة من الميليشيا في أحد المزارع جنوبي الدامر، مع قيام أجهزة الاستخبارات بعملية كمين محكم استطاعت من خلاله العثور على كمية من الأسلحة والذخائر كانت في طريقها إلى دعم قوات التمرد. اندلع اشتباك وصف بالعنيف بين قوات تابعة للحركات الموقعة على اتفاق جوبا ومجموعة متمردة تتبع لميليشيا المتمرد حميتي غربي مدينة الأبيض. وبحسب المتحدث باسم تجمع قوى تحرير السودان فتحي عثمان، فإن مجموعة تابعة للميليشيا اعترضت طريق قافلة تضم الحركات المسلحة أثناء تأمينها قوافل الوقود الذاهبة لإقليم دارفور، وطلبت منها إدخال مجموعة من قوات في القافلة لتسهيل تسللها إلى مدينة الأبيض، الأمر الذي رفضه قائد القافلة وتسبب باندلاع اشتباكات بين الطرفين. اعتبر المتحدث باسم القوات المسلحة نبيل عبد الله أن الطريق الوحيد لإيقاف القتال في السودان هو إنهاء تمرد ميليشيا حميتي والمضي قدما نحو تأسيس جيش وطني موحد. وكشف المتحدث عن وجود ما أسماه بالدعم الإقليمي المرصود لميليشيا المتمرد حميتي منذ اللحظة الأولى لتمرده على السلطة، رافضا الكشف عن الجهة التي تقف وراء هذا الدعم، مبينا أن القوات المسلحة طالبت حميتي بشكل واضح بضرورة عدم التمادي في هذه المغامرة التي لن يجني منها شيء على حد تعبيره. وفي ذات السياق أكد نبيل عبد الله أن القوات المسلحة ستعمل على إيقاف أي محاولة لميليشيا المتمرد حميتي للسيطرة بالقوة على السلطة. وأوضح عبد الله أن الجيش لم يحدد المدة التي سينهي فيها تمرد حميتي، لكنه سيعمل بكل ما أوتي من قوة لكي لا تندلع أي حرب أهلية في البلاد، مشددا على استمرار القوات المسلحة بالاعتماد على سلاح الجو في تنفيذ ضربات موجعة للمتمردين لتحقيق الأهداف العسكرية. اعتبر نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار أن كينيا ما تزال دولة غير محايدة بالنسبة للأزمة السودانية الحالية بسبب علاقتها بميليشيا المتمرد حميتي. وأكد عقار أن السودان دولة أو عضو في الإيغاد وتعاملها معه على أساس العضوية المتساوية وفقا للوائح الحاكمة لعملها، مبينا أن المبادرة التي ترأسها كينيا هي مسألة جزئية وليست الوحيدة في عمل الإيغاد. أصدرت لجنة طوارئ شنبات في بحري بيانا أكدت فيه استعدادها للدفاع عن أعراض وممتلكات المدنيين في المنطقة ضد تعديات ميليشيا المتمرد حميتي. ويأتي هذا البيان عقب محاولة مجموعة تابعة لميليشيا حميتي اختطاف فتاة قاصرة مع عائلتها في الحي بعد احتجازهم تحت تهديد السلاح لساعات، مبينة أن هذه الأفعال مرفوضة ولن يتم السكوت عنها. إلى قيام الدعم السريع لمنطقة البحري تطالبهم بتدخل العاجل لحل تعديات وانتهاكات أفرادهم على مواطني شمبات. إلى شباب شمبات وبقية مواطني المنطقة، نطلب منكم الاستعداد للدفاع عن أعراضكم وممتلكاتكم في حالة استمرار الانتهاكات. حذر الله الجميع من كل شرور الانتهاكات من الطوارئ شمبات. أعلن والي ولاية نهر النيل محمد البدوي أبو قرون عن تمديد حالة الطوارئ في الولاية لمدة شهر إضافي نسبة للأحداث الأمنية التي تشهدها البلاد.
وبحسب الإعلام فإن حالة الطوارئ تشمل ضبط الأسعار للمواد الأساسية ومراقبة جودتها ومحاربة عمليات احتكارها من قبل بعض التجار، مع وضع بعض الضوابط لتحديد أسعار السلع الاستراتيجية وتوفير الوقود والمحروقات وغاز الطبخ ومنع إخراج الأدوية والمواد الطبية خارج حدود الولاية. وفي سياق آخر، أعلن محمد البدوي أبو قرون عن فتح معسكرات لتدريب الشباب الراغبين للانضمام في صفوف القوات المسلحة في معركة الكرامة الوطنية ضد المتمردين. واعتبر الوالي خلال اجتماع عقده مع اللجنة الأمنية للولاية أن ما يجري في الخرطوم هو مخطط يستهدف وحدة الوطن وهويته وثرواته القومية، مبينا استعداد جميع أبناء الولاية للانضمام للقتال في صفوف الجيش ضد الميليشيا المتمردة والتصدي لهذه المخططات. أعلنت قيادة الفرقة الأولى مشاة بولاية الجزيرة عن تجهيز أكثر من 3000 من قدام المحاربين ضمن مبادرة الهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة استجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة. وأكد والي ولاية الجزيرة إسماعيل عوض الله العاقب أن الولاية شرعت قبل فترة في تجهيز المقاتلين ودعم القوات المسلحة، وذلك تنفيذا لنداء القائد العام وانطلاقا من الدافع الوطني دون أي انتماء حزبي أو سياسي. وفي ذات السياق، أكد عضو الهيئة الشعبية لدعم ومساندة القوات المسلحة صديق التوم أن المبادرة جاءت استجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة. هذا ودعا التوم جميع المواطنين والقادرين على حمل السلاح للانخراط في المعسكرات دون انتماءات حزبية، معلنا عن استنفار جميع أنحاء الولاية للدفاع عن الوطن وحماية الأعراض.
أعلن والي ولاية شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن عن ترتيبات لعقد ملتقى جامع لرؤساء الإدارات الأهلية بغرض بحث السبل الكفيلة لتحقيق الأمن والاستقرار بالولاية. وقال الوالي في تصريحات صحفية أن الاجتماع بحث مختلف الموضوعات والترتيبات اللازمة لعقد الملتقى الجامع خلال الأيام القادمة لبحث ومناقشة سبل تحقيق السلم الاجتماعي والتعايش السلمي بين مختلف المكونات بالولاية. حذرت منظمة أطباء بلا حدود من انتشار الأمراض بين النازحين في مراكز الإيواء المتواجدة في ولاية النيل الأبيض، وحذرت المنظمة من تسبب الأمطار والفيضانات في ارتفاع أعداد المصابين بالأمراض المعدية، داعية في الوقت ذاته إلى فتح ممرات إنسانية آمنة لعبور المساعدات. كشف مدير مستشفى الأبيض التعليمي عبد الرحمن محمد عن عقدهم اتفاقيات متعددة مع إدارة جهاز الأمن والمخابرات العامة من أجل توفير عدد من الخدمات لمواطني الولاية. وأعلن جهاز المخابرات عن توفير جهاز لربط المولد الكهربائي بالشبكة الداخلية للمستشفى من أجل استدامة توفير خدمة الكهرباء بالمستشفى التعليمي. انتخب مجلس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية جمهورية السودان رئيسا لأعمال الدورة القادمة للمنظمة. ودعا مندوب السودان لدى الأمم المتحدة مجدي أحمد المجتمع الدولي للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الأزمات الكبيرة التي تواجه العالم، ومن أبرزها تغير المناخ والأوبئة والنمو السكاني. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الاحتياط المركزي يصد هجوما لميليشيا المتمرد حميتي في أم درمان، والجيش يواصل تمشيط المنطقة وسط خسائر فادحة للمتمردين. اشتباكات بين الجيش وميليشيا حميتي ببحري، وسلاح المدرعات يستولي على 50 عربة للمتمردين في اللاماب. نبيل عبد الله يرهن إيقاف القتال بإنهاء تمرد حميتي، ومالك عقار يتهم كينيا بعدم الحيادية في الأزمة السودانية. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.